هذه الحلقة لغير المختصين نناقش فيها مفهوم المرحلة الانتقالية بشكل مبسط عبر استخدام مثال كرة القدم. حياكم الله. السلام عليكم. اليوم في منطقة الشرق الأوسط يتصاعد الحديث عن تحول أو مرحلة انتقالية ستمر بها دول الأزمات في المنطقة. نتحدث بشكل مخصص عن سوريا واليمن وليبيا، طبعا إضافة إلى العراق ولبنان والسودان، لكن بالأساس لدينا دول الأزمات أو دول الحروب أو دول الثورات التي شهدت استعصاء في العشر سنوات الماضية. اليوم في توجه دولي أو محاولة أو آراء دولية لإيجاد حلول أو مخارج لهذه الدول. ربما هذه الجهود الدولية لا تفضي إلى شيء، وربما فعليا تقودنا إلى مرحلة انتقالية. هذه الحلقة نحاول أن نبسط مفهوم الحلقة الانتقالية. طبعا ذكرنا أن الحلقة لغير المختصين، فلذلك نستخدم تعابير مبسطة جدا لإيصال أفكارنا. هون اليوم راح نستخدم مقارنة كرة القدم، بمعنى أنه في لدينا دائما أندية رياضية تتنافس فيما بينها للوصول إلى بطولة أو كأسة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. الأندية الرياضية راح تكون شبيهة للأحزاب السياسية، بمعنى أنه الأندية الرياضية لها جمهور، هذا الجمهور يؤيدها، يذهب وراها، يتابع مبارياتها، يتحمس لها. تشجيع النادي الرياضي يوفر منفعة نفسية وليس منفعة مادية، وهي حالة من المتعة النفسية لدى المتابعين، وهي شكل من أشكال المتعة لدى الأفراد. طبعا مختلف تماما عن المنفعة اللي بتجي من متابعة الأحزاب السياسية. نبسط الموضوع أكثر. كل مدينة، لنفترض لدينا دوري كرة قدم محلي، كل مدينة تقدم مجموعة من الأندية. مدينة ألف تقدم مجموعة من الأندية، مدينة باء والمدينة جيم وهكذا. هذه الأندية تشابه تماما الأحزاب السياسية في المراحل الانتقالية عموما وفي المراحل الانتقالية خصوصا. لدينا تيار ليبرالي لديه مجموعة من الأحزاب السياسية، تيار الإسلام السياسي لديه مجموعة من الأحزاب السياسية، تيار القومي سواء العربي أو غير العربي كمان عنده مجموعة من الأحزاب السياسية، التيار اليساري الشيوعيين والاشتراكيين عندهم مجموعة من الأحزاب السياسية. إذا عملية التنافس متشابهة بين الحالتين. في حالة كرة القدم الأفراد بيشجع الفريق إما لأنه تربى منذ نعومة أظافره على أنه هذا الفريق اللي يجب أن يشجعه، سواء نتيجة تربيته المنزلية أو في الحارة أو في المدرسة، فبيصير انحياز غير عقلاني، انحياز عاطفي مسبق باتجاه فريق ما. في أطراف آخرين أو أفراد آخرين بيشجعوا فرق بعد ما يدرسوا أداء الفريق، بعد ما يتحمسوا لتاريخ الفريق، لزي الفريق، للاعيبة معينين في الفريق. بالعملية السياسية شبيه الموضوع إلى حد ما، بمعنى أنه الأفراد إما بيتحيزوا بشكل مسبق وبشكل عاطفي لقوى سياسية لأنه بتلبي لهم انتمائهم على مجال الهوية بالأساس، يعني هون عم نحكي على المجال العصبوية الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو حتى الجهوية بمعنى المناطقية. وفي عنا ناس لا، بيروحوا بأيدوا أحزاب لأسباب منطقية أو عقلانية من خلال دراسة برنامج السياسي. طيب ذكرنا أنه الأندية تتنوع بتنوع المناطق، لكل منطقة أندية، وذكرنا أنه حتى الأحزاب السياسية كل تيار يقدم مجموعة من الأحزاب تتنافس بينها. طبعا نضيف عليهم كمان أحزاب للأقليات، في عنا أحزاب لرجال الأعمال، هاي الأحزاب رجال الأعمال ما لها هوية واضحة، إلها برنامج تنفيذي قصير المدى، يعني الحكومات اللي بيديروها رجال الأعمال غالبا البلاد مستقرة ولكن بحاجة إلى تحسين أداء اقتصادي، فبيكون حكومات أو الأحزاب رجال الأعمال مناسبة لأنه بيكون الاستقرار السياسي مناسب لهم. في عنا أحزاب شاملة غير الأحزاب الشمولية، الشاملة بمعنى أنه قادرة على إرضاء غالبية تشكيلات المجتمع، غالبية جماعات المجتمع. وأحزاب شمولية بمعنى أحزاب قهرية تحاول تفرض هي هوية واحدة قهرا على كل أفراد المجتمع. طبعا بالمرحلة الانتقالية نكون حريصين على نقطة مهمة،
وأنه هي يكون تأييدنا لجماعة أو لحزب وليس إلى سلطة. طيب السلطة شو هي؟ شو بتشبه هون؟ في كرة القدم لدينا أربع حكام، لدينا حكم الساحة وخلينا نشبهه برئيس الجمهورية، وفي عندنا حكمين التماس خلينا نشبههم بالسلطة القضائية والسلطة التشريعية، والحكم الرابع خلينا نشبهه بسلطة رقابية أو ما يسمى أحيانا بسلطة الإعلام. وظيفة الحكم في المباراة إنه يدير المباراة بشكل حيادي، ما ينحاز لأي فريق على الإطلاق، يوفر أساسات اللعب النزيه للطرفين وفرص متساوية للطرفين، بحيث إنه ينتصر بالنهاية اللي هو أجدر بالانتصار أو الأقدر على انتزاع هذا الانتصار. طبعا الحكم بنشوف نحن في مباريات كرة القدم، الحكم لما بينحاز لفريق ضد فريق أو بيحسب أخطاء لفريق ضد فريق أو بيكون تحكيمه سيء، بيتعرض إلى شتائم كثيرة في الملعب من الجمهور. إذا الحكم وظيفته هون يكون خارج الموضوع تماما، لا ينتمي إلى أي فريق من الفريقين، ولا يحاول يلعب مع فريق من الفريقين، ولا يتحيز لأي فريق من الفريقين. نفس الكلام ممكن نطبقه على السلطة التنفيذية، تحديدا السلطة التنفيذية طبعا، ويلحق بها السلطة القضائية والسلطة التشريعية في المراحل الانتقالية. بمعنى أنه السلطة التنفيذية يجب أن تكون مستقلة تماما عن كل التيارات والأحزاب، وألا تتدخل لصالح تيار أو تثقيل مصالح تيار أو حزب على حساب الآخرين، وأنه ما تكون في طرف في المعادلة السياسية. هي وظيفتها بالأساس السلطة التنفيذية، ومع السلطتين القضائية والتشريعية وظيفتها الأساس أنه تدير العملية الانتقالية، توفر فرص متساوية لكل الأطراف لمنافسة شريفة فيما بينهم، والوصول إلى النتيجة بشكل شريف. في عندنا كمان النقطة الثالثة هي الفيفا. الفيفا في كرة القدم مراقب خارجي، بمعنى أنه ما بتتدخل في مجريات المباريات. غالبا أعضاء الفيفا بيكتبوا تقارير للمنظمة، بينشروا تقاريرهم، ونادرا جدا حتى تتدخل المنظمة لما بيكون في حالة ضرورية جدا لحتى تتدخل في مسار هاي المباراة. هذا الشيء بيشبه تماما المراقبين الخارجيين، سواء أوروبيين، أمريكان، الأمم المتحدة، أو أي مراقب دولي بيراقب الانتخابات أو المرحلة الانتقالية ككل، يقدم تقارير للمنظمات اللي بيتبع لها، ونادرا حتى نشوف تدخل خارجي في المرحلة الانتقالية لما بتنحرف بشكل خطير عن مسارها. هيك صار عنا الحكم والفريق والجمهور والمراقب الخارجي، أو عنا الحزب والسلطة والجمهور والمراقب الخارجي. في عنا أدوات المنافسة في كرة القدم. الأدوات المنافسة هي الأرض، الملعب وما عليه، وكرة القدم. بينما في العملية الانتقالية أدوات المنافسة هي صندوق الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية، الإعلانات، الدعم المادي أو المعنوي، الجلسات الحوار، وما إلى هنالك. أدوات كثيرة تستخدمها الأحزاب في التنافس فيما بينها. طيب النقطة الأخيرة هي الجائزة، جائزة المباراة أو جائزة التنافس هي الحصول على الدوري أو على الكأس. جائزة التنافس في المرحلة الانتقالية هي الوصول إلى السلطة ما بعد المرحلة الانتقالية. إذا بالأساس المرحلة الانتقالية هي عبارة عن تنافس يفترض يكون شريف بين القوى الأساسية، ووضع أساسات اللعب تماما أو أساسات العملية السياسية، لنبدأ العملية السياسية بشكل حقيقي ما بعد المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية بتكون غالبا بين 6 أشهر إلى سنتين، ونادرا حتى تمتد إلى أكثر من ذلك. هلا 6 أشهر في الدول اللي بيكون فيها الانتقال سلس جدا، غير مضطرب، في توافق بين السلطة وبين المعارضة. أما الدول اللي بيكون فيها الانتقال بعد أزمات كبرى أو بعد حروب، فبيكون بياخذ مدة أطول بكثير. بكرة القدم لما بدك تشارك في البطولة، على الأقل بدك تكون بتعرف شو هي قواعد كرة القدم وشو هي أساسات اللعبة. في المرحلة الانتقالية القوى السياسية اللي لازم تشارك في العملية السياسية بدها تعرف هي شو هي قواعد العملية السياسية وشو هي قواعد العملية الانتقالية، وربما لاحقا نخصص فيديو عن قواعد العملية الانتقالية. ولكن أهم قاعدة يفترض تلتزم فيها اللي هي قاعدة، خلينا نسميها قاعدة اللعب النظيف. بمعنى
انه القوى السياسيه يكون برنامجها لا يشمل على عنف او اقصاء او تحريض على العنف او ارهاب او ما الى هنالك. يفترض انه يكون في اتاحه متساويه لكل القوى السياسيه لتقدم برامجها. بعض القوى السياسيه اكثر اقناعا للجمهور، بعض القوى السياسيه قادره على حصد جمهور عاطفي، وبعض القوى السياسيه ما راح يكون لها نصيب فبتروح لتتحالف مع قوى اخرى. الفكرة الأساسية اللي بدي أوصلها بنهاية هذا الفيديو إنه لما نتفرج على مباراة كرة قدم، لما أحدنا ما بيتابع ولا فريق من هدول الفريقين اللي عم بيلعبوا، بتسأله أنت بتشجع مين؟ بيقول لك أنا بشجع الحكم. إذا الحكم مو هدف مباراة كرة القدم، ولا في له جمهور عم يشجعه، والحكم وظيفته مؤقتة وينتقل إلى مباراة أخرى ربما يحكمها وربما لا يحكمها. الهدف أنا كمشاهد أو كجمهور أحد الفريقين، هذا هو هدفي. فنفس الفكرة في المرحلة الانتقالية، يفترض يكون تركيزي ليس على السلطة، لأنه هذه السلطة وجودها مؤقت ولن يكون لها وجود بشكل الحالي في المرحلة ما بعد الانتقالية، يعني ما راح تشارك في المكاسب، يعني الحكم في مباراة كرة القدم ما بياخذ الكأس، ما بيحتفل مع الفريق الفائز، أو ما بيزعل مع الفريق الخسران. ربما يكون هو له ميول داخلي، ولكن هذا الميول الداخلي بيحتفظ فيه لنفسه. نفس الفكرة تماما، يفترض يكون تركيزي منصب على فريقي أو على الحزب أو على التيار السياسي اللي أنا بدعمه لحتى يوصل للسلطة ما بعد المرحلة الانتقالية. طيب إذا التركيز راح يكون على شو؟ على أساسات أولية يفترض نضمنها كلياتنا نطالب بوجودها في المرحلة الانتقالية، بغض النظر عن الأشخاص وعن الأحزاب وعن البرامج. أولها حرية التعبير والنقد والتنظيم والرأي، لأنه هي اللي تعطي أو أول قواعد اللعب النظيف، تسمح لكلياتنا نكون متساوين أمام بعضنا وأمام القانون، وتسمح لكل واحد منا ياخذ فرصته كاملة في التعبير عن برنامجه السياسي أو عن المرشحين المناسبين له. هذا أولاً. ثانياً إنه ما نتصارع على المرحلة الانتقالية. يعني المرحلة الانتقالية هي مرحلة تنافس بين القوى الحزبية لا صياغة قواعد اللعب ما بعد المرحلة الانتقالية. الصراع في المرحلة الانتقالية بمعنى الصراع على التسلط على المرحلة الانتقالية، أو على فرض رأي في المرحلة الانتقالية، أو إقصاء جماعة وإحلال جماعة أو منع جماعة من إبداء رأيها. الصراع هون، طبعا المرحلة الانتقالية تشبه دائما حالة مريض في العناية المركزة. نحن ننقله من العناية المركزة إلى العناية المخففة أو غير المركزة أو إلى سرير عادي. صراعنا على هذا المريض في مرحلة العناية المركزة تعني مقتل هذا المريض، لأنه مجرد الصراع هذا سيسمح، طب ما دام في قوى عم تتصارع، في قوى خفية اللي بنسميها القوى الأنظمة السابقة أو قوى المتضررة من العملية الانتقالية، هي جاهزة وعم تترصد. بمجرد الصراع داخل المرحلة الانتقالية، هي القوى ما تزال تحتفظ بقوتها أو جزء كبير من قوتها، ساعتها راح تنقض على العملية الانتقالية وتقودنا إما إلى إنتاج دكتاتورية عسكرية غالبة، أو دكتاتورية دينية مثلا، دكتاتورية عسكرية شفناها في كثير من الدول الإفريقية في المراحل الانتقالية، دكتاتورية دينية كما صار في إيران على سبيل المثال، أو تقودنا إلى حرب أهلية مثل ما صار بيوغوسلافيا. يعني حتى لو كانت الثورة في الدول الثلاثة اللي ذكرناها كانت عسكرية، ولكن وقادت إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية، ولكن سوء إدارة المرحلة الانتقالية وتفرد جماعة على حساب جماعة أخرى بيقودنا إلى حرب أشد براوة أو إلى دكتاتورية بشكل أو بآخر. بتمنى هذه الحلقة تكون مفيدة وخفيفة، ونلتقي في حلقات قادمة. شكرا لكم.